مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير على كل جماهير النادي الأهلي في كل مكان. برحب بحضراتكم، يوم جديد وحلقة جديدة من المحترف. كالعادة في المحترف هنتعرف على أخبار الساحة العالمية في كرة القدم. موسم الانتقالات الصيفية ما زال مشتعلا في أوروبا، هنتعرف على آخر الانتقالات في الأندية العظمى، الأندية الكبيرة على مستوى البريمير ليج، على مستوى السيريا آ، على مستوى الليجا الأسبانية، وكمان على مستوى الدوري الفرنسي. عندنا النهاردة حلقة مميزة جدا إن شاء الله. زي ما بقول لحضراتكم دايما بنحط حضراتكم في الصورة، صورة طبعا العالمية في الكرة العالمية، وإن شاء الله بإذن الله تكون حلقة دايما مميزة مع المحترف. بنحاول ننقل لحضراتكم صورة الاحتراف الحقيقي، الناس دي بتتعامل إزاي حتى على مستوى الانتقالات، على مستوى التعاقدات. دايما بننقل الصورة الاحترافية بشكل كبير جدا في أوروبا. خلينا كمان النهاردة عندنا كمان نجومنا ومحترفينا المصريين في أوروبا، وطبعا على رأسهم محمد صلاح، ويمكن مفاجأة لبعض الناس تعاقد محمد صلاح أو تجديد التعاقد مع ليفربول، بعد ما كانت الناس بتقول خلاص إن محمد صلاح آخر موسم ليه في ليفربول. ولكن طبعا محمد صلاح بحنكة كبيرة جدا جدا على مستوى الإدارة، على مستوى إدارة محمد صلاح. زي ما حضراتكم عارفين الإيجنت مهم جدا، قدر طبعا محمد صلاح، وأنا في اعتقادي يعني هي دي الخطوة السليمة، محمد صلاح بيجدد تعاقده ل 2025 مع ليفربول، واعتقد هو ده الافضل لمحمد صلاح. وطبعا دوافع جديدة وارقام ان شاء الله تاريخية بيحققها محمد صلاح ويستمر ان شاء الله مع ليفربول، هنتكلم على ده بالتفصيل. كمان تريزيجيه هنتكلم مستقبله رايح فين، لكن خلينا طبعا